السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا جايبة شوية مشتريات بسيطة كده، للمشتريات للشهر، يعني هي مش للشهر اوي، يعني هي لحد ما تخلص وهجيب تاني. بتاع ده، المشتريات دي جايبها للبيت، للمطبخ، خزين، وجايبة حاجات كده، شوية حاجات بسيطة كده كانت ناقصاني، ومنظفات برضو، حاجات بسيطة. يلا بينا بقى مع بعض نشوف حاجتنا ايه. ودلوقتي كده يا بنات، المشتريات بتاعتي هوريها لكم كده. بصوا، ده دي كده مكرونة، انا جايبة مكرونة عقل كده اهي. بصوا ازاي جايبة، دي مكرونة عقل، ودي مكرونة شعرية، شايفينها كده، ودي كمان برضو شعرية، ودي كده معانا مكرونة قلم، ودي برضو كده مكرونة قلم. احنا بصراحة يعني ما ينفعش نقعد من غير مكرونة، فلازم لازم مكرونة. فالمكرونة بتاعتي خلصت، انا متعودة بشتري بالشوال، بس يعني لقيت الدنيا شوية كده الحمد لله، فقلت بقى اجيب كيس كده مش نفسي بيه. بصوا بقى يا بنات، ده السكر، ده سكر انا جايباه، مش شارية من محل. السكر ده سكر عادي، انا ما جبته، اشتريته من المخزن بتاعت من المصنع بتاع السكر. احنا بنشتريه بره ب9 جنيه وب9.5 والحاجات دي، انا جايباه من المصنع نفسه ب7.5 جنيه، يعني جايبه ال6 اكياس من السكر، جايباهم بسعر 45 جنيه. فطبعا يعني ده توفير جامد جدا لنا، ان احنا بدل فرق، شوفوا فرق قد ايه بقى في الكيلو. اما نجيب بقى 6 اكياس ولا 10 اكياس بيبقى الفرق كبير جدا. طبعا احنا اولى بالفرق اللي احنا بناخده ده. ودي بقى يا بنات، انا كنت جايبه مرقه، المرقه دي انا كنت جايباها كرتونه، علبه المرقه يعني الصغيره. بس بصراحه يعني الولاد ما شاء الله يعني قطعوا لي الكرتونه بتاعت المرقه، قطعوا لي العلبه بتاعتها، فسبتها كده. طبعا انا في الشهر كله بحتاج حوالي واحده او اتنين، واحده ممكن تقعد معايا شهر او تزيد كمان عن الشهر. طبعا كان فيه شوية فكة كده، فخليته جاب لي بيهم ملح. طبعا الملح احنا ما ننساهوش، مهم جدا طبعا في كل بيت. برضو يعني كان فيه شوية، كان لقيت كاكاو برضو عنده نوعها كويس. بصوا الكاكاو دي كده نوعها كويس، فانا جبتها برضو كاكاو باودر اهي اللي عمل. ودي كده يا جماعة الكاكاو بتاعتنا. وعندي هنا كمان ده طقم كوبايات كنت جايباه، لاني محتاجة الكوبايات دي. بصوا كده شكلها جميل وسعرها رخيص، انا جايبة الستة ب22 جنيه، فسعرها جميل جدا بصراحة. وبصوا كده، دي كياس، الكياس دي عشان احفظ فيها الخضار والفاكهة لرمضان، يعني كنت جايبة الكمية دي كلها ب2.5 جنيه. شايفين ازاي؟ يعني ما شاء الله تكفي كتير جدا، شايفين كده تكفي كتير جدا، وفي نفس الوقت مش غالية، بالعكس يعني هي رخيصة جدا. وجبت دي كمان، دي عشان نحفظ فيها الأكل وكده واغطي بيها العجين والحاجات دي. دي ب5 جنيه، يعني بصوا حاجات رخيصة جدا وجميلة جدا. بتاع ده، وجايبة دي كمان، دي قطعت البيتزا، دي كنت جايباها ب28 جنيه، بس دي استانلس يا جماعة. وجبت دي برضو اللي بنشيل بيها الاكل بتاعنا والحلويات وكده، دي جايباها برضو ب28. ودي بقى الفرشة، عشان الفرشة بتاعتي التانية بصراحة يعني خلصت، ضاعت، فجبت الفرشة دي مكانها. الفرشة دي انا جايباها بصوا كده جايباها ب9 جنيه، فرشة سيليكون جميلة جدا برضو بصراحة. ندخل بقى على المنظفات، يلا بينا. بصوا كده، وهنا المنظفات بتاعتنا، ده انا جايباه ب16 جنيه، انا بجيب بصراحة وفير جميل جدا، بس ما لقيتش منه فجبت ده. بصوا ده ب16 جنيه، ده مش عارفة بصراحة هو كام لتر، بس هو كبير جدا، وعليه ده كمان، دي هدية كمان معايا، فانا يعني انا جايباه عبال ما الاقي اللي انا بستخدمه واجيبه. جبت طبعا ده كمان، ده كيس اوكسي عشان اغسل بيه، يعني هو بيقعد معايا ممكن احتاج بصراحة كيسين، بس انا جبت كيس واحد وعشان امشي اموري يعني بيه. دي طبعا ده صابون، بصوا كده، ده الصابونة ب2 جنيه، انا ما بجيبش من الصابون التاني، انا بستخدم شاور بصراحة.
بس عشان يعني لو جوزي بيحب يغسل بيه ايده ويغسل بيه وشه كده، فانا جايباه من الصغير كمان عشان الولاد اول ما بيلاقوا الصابون بيفضلوا هي الصابونه بتاخد مره واحده بس معاهم يغسلوا بيها ايديهم بيبوظوها. دي بقى فرشه انا جايباها عشان انضف بيها بقى الميكرويف مع بعض، وهوريكم طبعا هنضفه ازاي بالفرشه دي. الفرشه دي بجنيه واحد يعني، بصوا رخيصه جدا. يا رب بقى المشتريات بتاعتي تكون سهله كده و يعني تكون خفيفه عليكم وتعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى يا بنات اللي عجبوا الفيديو يعملي لايك، ما تنسوش تشتركوا لي في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.